نشارك الآن في هذه الوقفة اللي أمام الأكاديمية مع التنسيق النقابي واللي حتى هو يناهض ويناضل من أجل إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بسلك الوظيفة العمومية. مطالبتنا الجميع أولا الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمزيد من الصمود، فالصمود وحده هو الذي سيأتي لنا بالإدماج. ثانيا رسالتنا للنقابات بأن تدخل على الخط بشكل صريح وواضح، بأن تدخل معنا في الإضراب الذي يمتد لأسابيع. تعليم جيد مجاني للجميع هو حق كوني أساسي لجميع أبناء المغاربة، ومفروض على الدولة أن تضمنه في إطار واجبها من أجل إحقاق الحقوق الاجتماعية لجميع أبناء المغاربة، وأولها التعليم، لأن التعليم هو بالأساس قضية ديمقراطية. لا يمكن أن نتحدث عن ديمقراطية حقيقية وعن تغيير ديمقراطي إلا إذا كان عبر المدخل الأساسي اللي هو التعليم بشكل يعني مجاني. اليوم هناك يعني مخطط من خلال قانون الإطار لضرب مجانية التعليم، هناك مخطط لخصصة التعليم وتسليع التعليم، يريدون أن يحولوا التعليم إلى سلعة تباع وتشترى، وبالتالي هذا من شأنه تكريس الفوارق الاجتماعية اللي هي أصلا قائمة، وبالتالي مخططات يعني اليوم التي تنهجها الدولة والحكومة من شأنها تعميق هذه الفوارق ومن شأنها تدمير ما تبقى من المدرسة العمومية.